La paz sea con vosotros. Desde el Esperactore Arena, volvemos de nuevo al bastión de los españoles. وبننتقل للمناض الأول مباشرة. جاهز يا بطل؟ ولك فيسكا. أولي! ليك اعتبرني بالبداية إني نادي فاشل. السنين مهنك ماني بأيامي شبه عاطل. قضى المواسم طالع عالشامبيونز عاليوروب نازل. كله هين طالما بوجودك عم ولع محافل. بيني وبينك ميسي كسرني بغيابه ولوعني. كان مغطى كل المراكز فقدانه وضيعني. أثر على النادي وعلى لعيبي لكن ما منعني إني باسمي دوسك كل ماشي لعبي فيك بتجمعني. تاريخك أغلب ومزور عنا أدل كتار. هل يا ترى فكرك من عدم هني جابوا الفار؟ عم تنزع متعة اللعبة عم تصرخ انتصار. خبرني بالموسم الماضي كيف قطعت الأدوار. لك انت هشمش قلعة قصبقش بارود متشتش مصاري رشرش إعلام مكشكش. شفناك بفترة جامع النجوم عليها مكوش. شفناك بنفس الفترة بايع متوتر ومشوش. ركز معي ما فيني انكر الروح اللي عندك. بحترم هالميزة وبحترم خلاصة خبرتك. لا تزعل مني مهما علمت عليك وجلدتك. صانع حالي من عدم مجهز فخامة حضرتك. شو هاد لك أزعى؟ ترباية مقاطعة بس محترم. بيضل جارنا والله وصى بسابع جار. ولك أصلي مدريد. وقف 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 لي هالتصوير تشوف. دقيقة بس السماحة كمدريد بيحكي بيوم تاني إن شاء الله. سكرنا اليوم عوفيت. لك يا حبيبي ما بصير مشان المصداقية. لك يا حبيبي بلا مصداقية بلا فار. قرب تقلك صاحب الصفحة برشلونة. إيه شو يعني صاحب الصفحة برشلونة؟ شو صاحب الطابي وبطل يلعب يعني زعيل؟ لا إله إلا الله خيو. لارينا إلك وهبنا ياها. يلا منوبلك حيوان لا ياه.